توجيه. ممكن نرجع لو سمحت. اتفضل يا فندم. نرجع للتنافسيه اللي طرحها الدكتور مصطفى ضمن اللي بعديها لو سمحت. اي اللي بعديها من فضلك. دي يا فندم قبليها ولا بعد؟ لا لا، اللي هو المؤشر بتاع مستوى الجامعات المصريه بالنسبه للجامعات اللي هو ده. خلينا كده. انا بس هنا عايز اقول حاجه مهمه قوي. طب ما هي مصر قعدت سنين طويله ما خدتش كده. انا بقول الكلام ده لينا كلنا، للناس اللي موجوده معانا في القاعه هنا، وكمان الناس اللي بتسمعنا في بتسمعنا دلوقتي وهتسمعنا ان شاء الله. طب ليه احنا كنا الاول خارج التصنيف، وليه دلوقتي احنا دخلنا التصنيف؟ مع الوضع في الاعتبار ان احنا لسه في جامعات بتفتتح لاول مره السنه دي، والبرنامج اللي احنا عملناه كدوله، البرنامج اللي احنا عملناه كدوله فيما يخص التعليم، سواء كان التعليم العام او التعليم الجامعي او التعليم الاساسي والتعليم الجامعي، لسه حتى الان يعني احنا في مراحل الاولانيه، يعني النهارده في مراحل الاولانيه. طب انا ايه تعليق اللي انا عايز اقوله دلوقتي على الكلام اللي بيقوله الدكتور مصطفى واللي مطروح قدامكم، ان انت بتتكلم على تحسن ملحوظ في مستوى ومكانه التعليم في مصر. الفكره كلها ايه؟ ساعه لما جينا نشتغل على ده اللي انا عايز اطرحه على الراي العام، يا ترى كان مقبول من الناس ولا كان في قلق؟ كان في قلق، مش مصدقين. وانا قلت لكم مره قبل كده ان انتوا هتجدوا دايما كل إجراء الدولة بتعمله المتشككين، وده اتجاه هيعيش معانا وهنعيش معاه، إن هو دايما هيشككك في كل عمل ويقولك إن العمل ده بيستهدف ضررك، بيستهدف الإساءة ليك، بيستهدف تضييع مكاسبك، ويفضل كده لغاية لما نعبره. افتكروا لما جينا نعمل قناة السويس وإحنا بنعملها هجوم شديد ومش ممكن تتعمل، اتعملت سكتنا. بس احنا لازم ما ننساش ان في كل موضوع احنا هنشتغل فيه كدولة، اللي هي الهدف منه في الاول وفي الاخر مصلحة الدولة المصرية بشعبها، لازم هتجدوا ناس داخلة معانا تشكك على طول في كل اجراء احنا بنعمله، في كل اجراء احنا بنعمله، رغم ان الهدف منه ايه؟ مصلحة وطنية صافية. الهدف منه مش أبدا يعني الضغط على الناس أو تعذيبهم. طب أنا دكتور طارق وإحنا بنتكلم في العرض بتاعه إن شاء الله دلوقتي لما يطلع، فبنتكلم عن امتحان الثانوية العامة اللي الدكتور مصطفى قدم وقال إن إحنا هنمتحن الأول مرة الثانوية العامة امتحان مش ورقي. ده رقمي، يعني رقمي، يعني الشاب والشابة أو الطالب والطالبة هيخش يمتحن على الامتحان على الكمبيوتر، وقبل ما يخرج يكون عرف نتيجته، مش كده يا دكتور؟ مش كده؟ يكون عرف نتيجته، يعني وأنا بجاوب على الامتحان بتاعي أنا عرفت أنا جبت كام، في نهاية الامتحانات كلها عرفت أنا مستواي إيه. طب ده تسهيل ولا حاجة تانية؟ طيب عدد التظلمات، معلش يا دكتور طارق، اللي تقدمت السنة دي 30,000 تظلم في موضوع الامتحانات، هل في الامتحان ده هيبقى فيه تظلم واحد؟ لا، مفيش تظلم واحد. ليه؟ احنا بنقلل العامل البشري وتأثيره في التعامل مع مستقبل ولادنا، ولا انا مش واخد بالي؟ مش كده؟ هنقول الكلام ده دلوقتي في العرض بتاع بس انا حبيت اقول النقطه ديت لانها انا مش بتكلم هنا في التعليم.